جناح حزب عبد الله هكك في كردستان سوريا الجزء الأول، ولد حزب الاتحاد الديمقراطي بيادة من رحم حزب عبد الله وفي ظله، والتزم بالمنهاج الداخلي للبككة ومشروعه الغامض والمريب. وقد أراد عبد الله لأول مرة تأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي بيادة في سوريا عام 98 لأغراض سياسية، وخصوصا لدى محاولته تسليم إدارة بيادة وقيادته آنذاك لضابط الاستخبارات السورية مروان زركي. ورأى عبد الله أجلا آنذاك أن تعين ضابط عربي لقيادة بيادة لعبة سياسية هدفها تحقيق مصالحهم، فقرر أوجلان الاستفادة من زمرة البعث الحاكمة في سوريا، إلا أن ذلك لم يحصل. السبب في عدم انعقاد المؤتمر الأول لبيادة عام 98 كان الحشد العسكري التركي على الحدود السورية ومغادرة أوجلان لدمشق. وبعد اعتقاله طرح أوجلان مبادرة لتقريب الكرد، إلا أنها في الحقيقة كانت للأتراك. ووراء تأسيس أربعة أحزاب كردية تأتمر بأمر، دعا عبد الله لحل البككة، ولهذا خطط لتموضع البككة في جبل قنديل بإقليم كردستان العراق. وكانت الخطوة الأولى تتمثل في تغيير اسمها لمؤتمر الحرية والديمقراطية الكردستاني. بعدها تم الإعلان عن اسم جديد وهو اتحاد مجتمعات كردستان، ليتم أخيرا اقتراح تسمية نظام المجتمع الديمقراطي عام 2002. وباقتراح من أوجلان تم الإعلان عن النسخة العراقية لحزب العمال الكردستاني باسم حزب الحل الديمقراطي الكردستاني. وفي 2004 تم الإعلان عن حزب الحياة الحرة الكردستاني جناح البككة في إيران. وفي سوريا لم تنجو الحركة التحررية للكرد من تبعات نشر الأيديولوجيا الفاشية بكل تبعاتها، فتم الإعلان عن تأسيس بيادة عام 2003 وفق ذهنية فاشية وحشية. خلال المؤتمر التأسيس الأول لبيادة عام 2003 كلفت البككة قائدا عسكريا من كردي سوريا كمال شاهين لإدارة المؤتمر. بعدها عين الحزب الدكتور زردشت حاجو والذي يقيم في ألمانيا رئيسا للحزب، إلا أن حاجو رفض تسلم كفة قيادة الجناح السوري لحزب بككة. خلال هذه الفترة القصيرة انشق شاهين عن البككة وأعلن عن تأسيس حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري، إلا أن البككة قامت بتصفيته. فاغتالت شاهين في 14 من آذار عام 2005. بعد الحادث اختارت البككة شخصية مدنية تدعى بارزان محمد لرئاسة بيادة. بعده أصبح صالح مسلم رئيسا للحزب، وبعده شاهوز حسن وهلمة. بعد تلقي أوجلان تربية صارمة من النظام السوري بدأت مرحلة الظهور الإعلامي، فأبدي كبطل ومنقذ للكرد، إلا أن هذا لم يدم طويلا في كردستان سوريا بسبب مغادرة عبد الله لسوريا. وبعد هروب عبد الله أصبح غالبية الكرد المخلصين والمناضلين في صفوف البككة ضحايا وقرابين المفاوضات الجارية آنذاك بين النظام السوري وتركيا. وهذا ما يؤكد أن عبد الله وحزبه خدعوا رفاقهم من كرد سوريا وفق خطة مدروسة وممنهجة. ولكي يثبت هذا الأمر لم يصدر أي تصريح من حزب عبد الله حول ممارسات النظام الوحشية تجاه أتباعه ومؤيديه. ظهر جليا عدم اهتمام حزب عبد الله بككة بكردستان سوريا، ورغم وجود أصحاب القرار من كرد سوريا في أطر البككة أمثال رستم جودي، شاهين جيلو، باهوس أردال، خباب ديركي ونور الدين صوفي وغيرهم العديد من الأسماء، إلا أنهم كانوا مسلوبي الإرادة، فأصبح الصمت سيد الموقف ولم ينبس أحدهم ببنت شافة. تدعو البككة إلى الخضوع والانصياع التام لنظام البعث في سوريا. وحول هذا الأمر تحدث نائب الرئيس السوري السابق والصندوق الأسود لحفظ الأسد عبد الحليم خدام خلال مقابلة أجريت مع إحدى القنوات التركية عام 2011 حول مجيء عبد الله أوجلان لدمشق، فقال: لعب شقيق حافظ الأسد جميل الأسد الذي توفي في كانون الأول ديسمبر عام 2004 دورا مهما في تثبيت إقامة عبد الله أوجلان في سوريا في تموز عام 79، حيث جلب جميل الأسد أوجلان ليستخدمه ضد تركيا. على الرغم من معارضتي لذلك بصفة نائب الرئيس والمسؤول عن السياسة الخارجية، كان جميل الأسد مقربا من أوجلان، ولم يكن حافظ الأسد يلتقي بأوجلان بشكل مباشر، لكنه كان يتلقى المعلومات التي تخص أوجلان من شقيقه جميل بشكل دوري. معلومة أخرى قدمها عبد الحليم خدام كانت لافتة للنظر. خلال هذه الفترة كان أوجلان يقيم في مبنى واحد مع الملحق
الملحق العسكري التركي وسط دمشق. كانوا في طوابق مختلفة في المبنى نفسه، ولم يكن الملحق التركي على علم بذلك. وعندما قال ضابط الاستخبارات النظام لأوجلان أنت تقيم في مكان خطير، أجاب أوجلان أعلم منذ اليوم الأول أنني في المبنى الذي يسكن فيه الملحق العسكري التركي، لكنهم لا يعرفون أنني هنا. أنا مرتاح جدا، لن يخطر في بالي أحد أنني في المبنى الذي يقيم فيه مسؤول تركي رفيع المستوى، وهذا يعني أنني أعيش في أكثر المباني أمانا في سوريا. هكذا عاش عبد الله تحت حماية النظام السوري من 79 لغاية 98، والذي مارس جميع الأنشطة الإرهابية ضد الكرد داخل الأراضي السورية طوال 19 عاما. وضطرت إدارة حافظ الأسد التي لم تكترث للتنبيهات التركية آنذاك إلى إخراج أوجلان من دمشق عام 99 خوفا من تلميحات أنقرة بشأن حرب على دمشق.